السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلاب الصف التاسع، اليوم سوف نقوم بحل أسئلة دورات السنوات السابقة لمادة اللغة الإنجليزية، شرح كيفية اختيار الجواب الصحيح للأسئلة القواعدية السؤال سي والسؤال دي. أولا سوف نبدأ بحل السؤال دي. Read the following sentences and choose the correct answer. اقرأ الجملة التالية واختر الجواب الصحيح. الجملة الأولى: I went to the dentist. هنا dentist طبيب أسنان، وهو اسم عاقل، فلذلك نختار هو، أما مع الاسم الغير عاقل نختار which. الجملة الثانية: Too many أم too much rain. rain مطر أو أمطار، هنا اسم غير معدود فلذلك نستخدم much. الجملة الثالثة: There aren't some any restaurants. restaurants مطاعم، اسم نعم عفوا، هنا جملة منفية، جملة منفية، مع الجملة المنفية نختار any، مع الجملة المنفية وجمل التي تحتوي على استفهام. نعم. The man who which، هنا the man الرجل، رجل اسم عاقل ولذلك نختار who، أما إذا كان غير عاقل فنختار which. الجملة الأخرى الثانية: The museum، المتحف، which أم هو، هنا نختار which لأنه المتحف اسم غير عاقل. الجملة الثالثة: He is Syrian. Isn't he، هنا يسمى السؤال المختصر. نعم، إذا كان الفعل يكون مثبت فيكون السؤال المختصر بالنفي، أما إذا كان منفي فيكون بالإثبات. He is Syrian. Isn't he. الجملة الأخرى: We didn't use to، أم used to work together. هنا نختار use to، نعم، لأن الفعل did يسحب الزيادات من الفعل الرئيسي، فلذلك نختار use to. لدينا في بالنسبة للسؤال المختصر: He is Syrian. Isn't he؟ هنا ما يسمى بالسؤال المختصر. السؤال دي: Choose the correct tense between brackets. اختر الجواب الصحيح بين قوسين. She can speak أم speaks English very well. هنا نختار speak لأن الفعل كان من الأفعال المساعدة العشرة التي تسحب الزيادات من الفعل. نعم. الجملة الأخرى: He said he is going was going home late. He said هنا كلام منقول، بما أنه نبدأ بالماضي فنختار أيضا الماضي was going. Ali watched is watching TV now. هنا لدينا الدليل الزمني now، الآن يدل على الحاضر المستمر، فلذلك نختار is watching. Ali is watching TV now. الجملة: They lived have lived here since 2000. نختار have lived. I visited and visits the dentist last week. هنا نختار visited لأن الدليل الزمني last week تدل على الماضي البسيط. When I arrived am arrive at the restaurant my friends had left. هنا نختار arrived لأنه القسم الثاني من الجملة في الماضي التام، ولذلك نختار الماضي البسيط معه. If I speak English my English will improve a lot. هنا نختار will، الجملة الشرطية بدايتها في الزمن الحاضر البسيط، فنكمل بالقسم الثاني ب will، أما إذا كانت في الزمن الماضي فنكمل ب would. هنا if I speak English my English will improve a lot. نعم. في نهاية المقطع نتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.